السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج السرطان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. هنشوف برج السرطان ايه الفتره اللي عنده، ايه الاخبار عنده الفتره دي، ويا رب تكون خير وتفاؤل وفرح وهنا وسعاده. يلا بينا يا برج السرطان، من غير اي مقدمات كتير نشوف ايه الاخبار عندك. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اول ما ظهر ليك يا برج السرطان بومتين قاعدين لك ومرصودين لك وجايبين في سيرتك. ايوه بومتين هم قاعدين لك او تعبين. انت ناوي تبدا حياه جديده، ناوي تشوف حياتك بشكل مختلف. في ناس كتيره جدا مأذينك ومازال موجودين في حياتك بيأذوا فيك. في كمان حبه قرارات او حبه مواضيع انت شغل بالك بيها، مواجهات، علاقة قوية، الله أعلم. بس أنت عندك حبة كلام محيرينك، وعشان كده دايما داخل في تردد وحيرة. يعني أنت اليومين دول عندك أو اليومين دول حرفيا أنت حيران ومتردد وبتفكر كتير ومش عارف تاخد القرار، إذا كان قرار في حياتك العملية أو العاطفية أو المادية. محتاج تاخد راحة، محتاج تفكر بشكل مختلف. احب اطمنك وابشرك ان انت هيكون عندك نجاح في دراسه، عندك نجاح الايام اللي جايه. بس في ناس بتنقدك، في ناس جايبه في سيرتك وما زالت موجوده وجايبه في سيرتك. عندك هنا حرف الايه، حرف الايه، حرف الالف، حرف العين، دول موجودين في حياتك. انت الايام دي ناوي تشتري حاجات، ناوي تشتري بيت، ناوي تشتري ارض، الله اعلم. ما تخليش حياتك كتاب مفتوح لاي حد ما يستاهلش. لازم تفهم الشخص اللي قدامك وبعد كده تدخله حياتك بالطريقة اللي انت بتدخل بيها اي حد. عندك استقرار او امور مختلفة هتعملها الايام اللي جاية، وخلي بالك ان انت هيكون عندك امضى، الامضى دي هتمضيها وهتغير من حياتك. بس انت عندك قلق، ودايما اقولك ان انت عندك قلق او حيرة او شخص مسجون وفي خانقة وفي ضيقة. والحسد الشديد اللي جاي لك من المقربين لقلبك ده حسد مش سهل، حسد شديد جدا جاي على اشخاص، ده جاي عليك وجاي على صحتك وجاي على نفسك بشكل كبير جدا. فده كله الفترة اللي جاية دي هتعدي. بس احب اقولك ان انت عندك صدمة وما زالت الصدمة موجودة في حياتك، صدمة كبيرة جدا جدا من اشخاص ما كنتش تتوقع في يوم من الايام ان هم يبقوا بالرخص ده او يعملوا فيك كده. انت اللي مزعلك ان انت كنت كويس جدا معاهم. اول حاجة انت بتحاول تنهي بعض الامور اللي في حياتك وتتخلص منها وترميها ورا ظهرك، بس دايما الماضي حاسه ان هو ملازمك ومش سايبك في حالك، بتتحاول تتخلص منه بكل الطرق. بس في حاجات كتيره جدا واقفه في وشك ومضايقاك. في كمان هنا رزق جايلك من مجموعه اشخاص في حياتك، بس خلي بالك من انسان في حياتك دايما بيمتلك فيك تصرفاته، بتلاقيه بيتكلم شخص مش كويس. انت دايما يا برج السرطان متفائل خير، عندك شخص يعني عندك شخص كده هيقف معاك وهيدعمك بالخير وبالرزق بإذن الله. شايفة كمان انه الرجوع الحق اللي هيرجع لك هيخليك تقرب من بعض الاشخاص، واحذر من اشخاص بيلفوا ويدوروا عليك. وفي شخص بيحاول ياخد مكسبك، اذا كان في المال او اذا كان في العمل بيحاول ياخد مكسبك. شايفة كمان ان انت هنا اتغيرت، طريقة تفكيرك اتغيرت، احوالك اتغيرت. عايز اقولك كمان ان عندك لقاء بينك وبين شخص انت بتحبه ومستنيه من فترة، وجالك الوقت ان انت تنزل وتقابله وتشوف انت عايز ايه وتشوف مصلحتك. دايما عندك مصاريف زيادة يا برج السرطان. عايز اقولك كمان ان عندك اسمة بينك وبين شخص هيدخل حياتك الفترة اللي جاية. ده مش كده وبس، كمان ده انت عندك سفر، وشايفة كمان ان انت بتلم هدومك وماشي، وكمان هتتشيك وهتلبس وهتروح المكان اللي انت عايزه. وفي كمان موضوع هيبقى في ايدك الايام اللي جاية، حاول ان هو ما يروحش من ايدك علشان ما تندمش عليه بعد كده. عندك شخص كمان مش كويس بيحاول ان هو يأذيك وعايز يمسك عليك زلة، احذر وخلي بالك.
شايفة كمان ان انت هتقعد مع ناس الفترة اللي جاية، والفترة دي الفترة دي هتكون فترة راحة، ومش كده وبس، كمان ده هتبقى فيها مصلحة ليك حلوة، وهتتصرف بشكل ايجابي خلال كام يوم، هيجي لك فلوس، وهيبقى في عندك امور في العيلة تخصك. ده مش كده وبس، كمان يا برج الاسد ما شاء الله، ده انت هنا عندك دايرة هتدخل فيها بورق حلو جدا، هتخلص ورق، هتمضي امضة، هتاخد عقد، وهتبقى عندك فترة حلوة، فترة من الود والمحبة. ايه ده يا برج السرطان، انت بتقول على نفسك انا عندي اكتئاب وموجوع وقلبي مخنوق؟ لا، ما انت عندك ابتسامة حلوة اهي، وهتراجع حساباتك، وهتدخل في طاقة ايجابية. ده مش كده وبس، ده انت هتهتم كمان لبعض الامور اللي في حياتك، هتهتم بيها من جديد، وهتجدد حياتك بإذن الله. ده مش كده وبس، كمان ده عندك حاجات كتيرة جدا في حياتك هتتحسن. بس عايز اقول لك على حاجة، في بيتك حاجة هتبوظ، تخص تلفزيون، تخص ريسيفر، تخص تليفون، الله اعلم الاسبوع اللي جاي. وشايفة كمان ان انت هتحس بشوية كسل وخمول ونمل، عندك حسد يا برج السرطان. انا نزلت لك على القناة بتاعتنا علاج الحسد، عندك كسل الاسبوع اللي جاي. شايفة كمان ان انت ربنا هيشيل عنك العيون، عيون الناس اللي مش سايباك في حالك، اللي ظهرالك بطاقة غريبة. شايفة كمان ان انت في موضوع هيضايقك، بس مش هتتكلم فيه مع حد من اقرب الناس ليك، وتحديدا الفترة اللي جاية هتكون فيها بعض الراحة في حياتك، هتحصل على راحة البال، بس هتكون مسؤولياتك زيادة والتزاماتك كمان. عندك طاقة فرج، طاقة خير هتدخل بيتك بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بص يا برج السرطان، الفترة دي هتحاول تخرج نفسك لمكان تاني، هتحصل على حاجات تانية، بداية جديدة يا برج السرطان. موضوع بينك وما بين 3 أشخاص، شايفة كمان ان انت هتاخد قرارات عميقة الفترة اللي جاية بسبب طيبة قلبك، بتخليك مش مركز في بعض الأمور عندك، عايزك تنتبه من خلاف واحد مع واحد بينك وما بينه فلوس، هيبقى في خلاف بينك وما بين حد على فلوس، خلي بالك. الخلاف ده هيتحل خلال الفترة اللي جاية، عشان عندك تحقيق أمنية بإذن الله. عايز ابشرك كمان، دخلك عرض شغل هيجي لك، بس في شخص هيطلب منك مساعدة في موضوع يخص حياته، شايفة كمان ان انت هتقف معاه وهتدعمه، بس خلي بالك في نصب عندك، حاسب وخلي بالك، وحاول تفكر كويس وما تديش بزيادة عن اللزوم، كون حريص. وفي شخص هنا بيخرج من حياتك، مجرد ما بيدخل شخص بيدخل غيره، فخلي بالك. في شخص كمان هنا عايز يرجعك لحياته، وهيعمل المستحيل علشان يرجعك لحياته مرة تاني، بس القرار ده انت اللي هتاخده، وانت اللي هتتصرف تعمل فيه ايه. شايفة كمان ان انت هنا هيصدر منك موضوع، وهتاخد موقف، حاول ما تديش اي قرار في موضوع غير لما تفكر فيه كويس جدا. في مكان هنا بالك مشغول بيه انت مش عايز تروحه، وفي شخص هيقول لك انت كنت في المكان ده خد بالك، فانا عايزك تاخد حذرك الايام اللي جايه كويس جدا يا برج السرطان. ايه الحاجه اللي كنت على موعد بيها وما حصلتش، واديتها ظهرك ونسيتها كمان؟ عايز اقول لك دي هترجع لك لحياتك الفتره اللي جايه. بسم الله ما شاء الله. عايز اقول لك ان في حد مركز معاك، شخص من المقربين مركز معاك جدا، والشخص ده بيفرح لما يسمع عنك حاجه وحشه. شايفه كمان ان في عتاب بينك وما بين حد، وخلي بالك، ويا ريت تركز كويس جدا في اللي انا بقوله لك. بالك مشغول الفترة دي، في انسان طويل عندك في حياتك، الشخص ده مش كويس، مخبي عليك موضوع، خلي بالك وكون حريص، علشان خاطر الايام اللي جاية هتتكشف لك اسرار كتيرة جدا يا برج السرطان. بسم الله ما شاء الله، تعبك ومجهودك الفترة دي هتحصد منه نتيجة كويسة جدا. الفترة دي حالة من التفكير في كل حاجات، في حاجات كتيرة جدا شغلة بالك، وحاسس ان حياتك متلخبطة، بتفكر في الفلوس، الحالة المادية واقفة معاك،
عارف ان الدنيا متلخبطه معاك وشايف كده كويس وعارف ان مفيش استقرار في حياتك، بس عايزه اقول لك على حاجه، عندك مقابله شغل حلوه هتجيب لك فرصه جميله هتستغلها وهيكون في ترقيه، بس خلي بالك من شخص حواليك في الشغل حطك في دماغه وعايز يوقعك، احذر منه وخلي بالك كويس جدا. بص يا برج السرطان، عندك هدية حلوة الأيام اللي جاية، وفي شخص هيحاول يقرب منك علشان مصلحته، خد حذرك وعيد بترتيب احتياجاتك. انت محتاج تركز الأيام دي في بعض الأمور اللي عندك اللي انت مش مهتم بيها. عندك شخص مركز في حياتك الفترة دي، كمان في شخص هيحاول يقرب منك، بس شايفة كمان هتقفل، ان انت هتقفل الباب وهتاخد حذرك، هتاخد حذرك بإيدك. شايفة كمان انه في قلبك شخص تاني، احذر من المنازعات، احذر من المشاكل، احذر من التوتر. عندك علاقة تالتة يا برج السرطان، احذر من مشكلة بسبب العلاقة دي. شايفة كمان المنفصلين هيكون عندكم رجوع ولم شمل، عندكم حد بيحبكم بس محسودين في رزقكم وفي حياتكم. في كمان مكان بعيد او عندك مناسبة حلوة، بس كمان يا برج السرطان انت عندك حد تعبان حواليك، في حد تعبان عندك ربنا هيشفيه الفترة اللي جاية. شايفة كمان في عرض عليك، خلي بالك من العرض اللي هيجيلك. شايفة كمان ان انت عندك مشروع هيتحقق على خير بإذن الله، في واحدة ست من العيلة هتعمل معاك مشكلة، هتعتذر وهتقولك انا اسف، او هتقولك انا اسفة. في موضوع ندمانين عليه رغم انه هيجيلكم من وراه خبر حلو هيفرحك. انا عارفة ان انت بتعاني بوجع في رجلك الفترة دي، عندك جسمك متكسر، بتحاول تتخلص من الطاقة اللي انت فيها، بس عندك بعض العراقيل واقفين في حياتك. في كمان اشخاص ما بيقولكش شكرا ابدا على اي حاجة مهما تعمل. اقول لبرج السرطان ان انت عندك خير. بسم الله. ايه يا برج السرطان، بتبقى انت بالك مشغول اهو وبتخطط في حاجات كتير، في مفاجأة جايالك وفي خبر بسبب تخطيطك، اذا كان ارتباط او نجاح حلو، عندك انتصار على بعض الاشخاص في حياتك. شايفة كمان كل المتاعب اللي انت فيها دي هتتخلص منها، وعندك خطوة ايجابية وخطوة حلوة وكمان علاقة عاطفية جديدة. بسم الله ما شاء الله، ده ايه القراءات الحلوة دي يا برج السرطان. برج السرطان في كمان ان انت في جاذبية بينك وما بين شخص، عندك فرحة، انت قلبك اتكسر اكتر من مرة وبتحاول تحل المشاكل اللي انت فيها، وعندك بعض النزاعات او الضيق في خيارات في مواضيع شغلة بالك، بس عايز اقولك ان انت المقابلة دي هتكون حلوة. عندك بعض الامور الغامضة حواليك اللي تعباك جدا، ففيها فرح وفرج الايام اللي جاية. عندك شخص هيحوم حواليك وهيحاول يطبطب عليك، هيحاول يستغلك وهينصب عليك لو ما خدتش حذرك. عايزه اقول لبرج السرطان، عندك فتاة خمرية عايزه تفوتك في مشكلة عشان تاكل حقك، احذر وخلي بالك من امور انت محتاج تخمون تخلي بالك كويس جدا. احلى حاجة فيك يا برج السرطان ان انت بتعرف راسك من رجليك كويس جدا. شايفة كمان ان هيكون في لم مع بعض الاشخاص، فخد حذرك، خد حذرك كويس جدا. عندك الايام اللي جاية انطلاقات كتير حلوة واحداث حلوة باذن الله. بص يا برج السرطان، انت مندفع الفترة دي قوي، عندك كلام علاقة جوه قلبك وعايز تطلع اللي جواك، بس ما عندكش ثقة الفترة دي بحد ابدا، خايف وقلبك موجوع وخايف، موجوع القلب يعني، انت خايف من القلب والعقل تفكير طول الوقت. احذر من النصب والاحتيال يا برج السرطان، جواك كلام عايز تعبر بيه عن نفسك بس خايف تتكلم بيه عشان اتوجعت كتير. بص يا برج السرطان، انت حاسس ان انت لوحدك، حاسس ان الدنيا متلخبطه معاك، الفتره اللي جايه دي هتكون فيها فتره حلوه وهتمشي في طريق محامي، الطريق ده هيريحك، هتحصل على الثروه، حقك، هيبقى عندك فتره فيها بعض التغيرات وبعض الناس، انت بتحاول تخرج ناس كتيره جدا من حياتك ظلموك وكسروك، عندك نقله جديده، النقله دي هتكون في فتره حلوه باذن الله.
في شخص كمان هيكون في عتاب بينك وما بينه. خد حذرك وخلي عينك في وسط راسك. انت ما بتحبش تشتكي همك ابدا لحد، بس دايما متراقب من ناس بالها مشغول بيك يا برج السرطان. في ناس عندك انت متراقب منها ومش سايباك في حالك ابدا ابدا ابدا، وشايفه كمان ان انت هنا بتشكي همك لربنا. الست اللي تعبانه ممكن تكون مامتك، ممكن تكون حد من المقربين لقلبك، ربنا هيشفيها الفتره اللي جايه. بسم الله يا برج السرطان، عندك افكار تعباك، تعبه دماغك، انت مضغوط الفتره دي من ناحيه العائله، من ناحيه الماديه، عندك امور مكركبه في دماغك، مش عارف تبدا من اي اتجاه ولا تبدا من اي طريق، بس عندك طاقه سعاده، بس انت مش شايف حاجه بسبب بعض الاشخاص اللي كانت علاقتهم بيك سامه وكانوا ظالمينك. برج السرطان، عندك توازن امور وعندك خطوه ايجابيه في حياتك. عندك كمان لمة حلوة مع أصدقائك، وهتجيلك المكالمة اللي انت مستنيها حلوة، وشايفة كمان ان هتجيلك مكالمة تاني هتزعجك من شخص في بينك وما بينه حب متبادل. بس خلي بالك، خلي بالك من العقبة اللي موجودة في حياتك وعدم توفيق الأهل. عندك موضوع شاغل بالك وشاغل تفكيرك، هينتهي على خير، وهتحط نقطة في البداية ونقطة في النهاية، وهتبدأ الموضوع بطريقة انت عايزها. مش كده وبس، ده فيه هديتين جايين لك في الطريق، تجمع مع شخصين في مكان هيكون بينك وما بينه اتفاق على عمل او على مبلغ. هتجيلك فترة من الراحة وفترة من الانطلاقات الجديدة وفترة من الخير بإذن الله، وهتسمع احسن خبر بفضل ربنا. ده مش كده وبس كمان، ده هتجيلك حاجة ما كنتش تتوقع في يوم من الايام ان هي تجيلك. بعد كل اللي شفته في حياتك ده هتحصد خير وهتحصد فرحة وهتحقق المشروع اللي انت عايزه، وهتكسر الدنيا بإذن الله. انت يا برج السرطان لما بتحط حاجة في دماغك بتشتغل عليها كويس جدا، والفترة اللي جاية هيكون عندك أشخاص كتيرة جدا هيساعدوك وهيدعموك في حاجات كتيرة جدا أنت عايزها. الآن على شخص مريض يا برج السرطان، أنت الآن جدا وعندك حسد شديد من المقربين في حياتك، وحاسس أنه عندك بعض العراقيل والنفور اللي بينك وما بين الشريك بسبب السحر اللي معمول لك يا برج السرطان. شايفة كمان انه هيكون عندك رجوع للمنفصلين الفترة اللي جاية، والمال جاي لكم في الطريق لو بالكم مشغول بيه. بس عايز اقول حاجة لبرج السرطان، انت مصدوم من حد في حياتك صدمك وكسر نفسك، مصدوم من شخص خانك وغدر بيك وبيتكلم عليك وما كنتش تتوقع ان هو في يوم من الايام يعمل كده. انفراجات من بعد ضيق، بتفكر عايز تغير تليفونك، تغير بيتك، تغير حياتك، في حاجات كتيرة جدا عايز تغيرها، والمشكلة اللي هي بتخص القضاء عندك هتخلص على خير بإذن الله. انت اليومين دول يا برج السرطان مستني سفر بطريقة رهيبة، مستني سفر بطريقة رهيبة الأيام دي، عايز تسافر. بص يا برج السرطان، اللي انت فيه الأيام دي بعض أمور بترجع لورا، يعني في أمور بتتأجل وده لمصلحتك. في شخص بيحاول يتعبك وبيتكلم عليك وبيتكلم على حياتك. هيكون لقاء بينك وبين شخص، الشخص ده زي ما قلت لك هيحصل فيه عتاب وكلام. الفتره دي عندك شويه مشاكل بس باذن الله هتتحل. في كلام جوه قلبك وفي ديون عليك، ربنا هيفك كربك وهيوسع رزقك باذن الله. بس عايز اقول لك تاني، احذر من اشخاص حواليك، احذر من ناس مش سايبينك في حالك. بشرة خير جايالك باذن الله يا برج السرطان الفترة اللي جاية، بس بلاش تتسرع وبلاش تعمل حاجة تندم عليها. شايفة كمان ان انت بتحاول تدافع عن حد الفترة دي يا برج السرطان، في شخص عندك بتحاول تدافع عنه او بتحاول ان انت تكون معاه. بص يا برج السرطان، انا دايما اقولك ان انت محاط ببعض التعابين الايام دي، تاخد حذرك كويس جدا جدا ان هما مش سايبينك في حالك. في خطوتين قدامك، الخطوتين دول هيكون في انفراج لقلبك، وهتبقى هتحصل على الشهادة او الترقية او الحب او الحياة الحلوة اللي انت عايزها.
ربنا يبعد عنك ولاد الحرام اللي حاطينك في دماغهم ومركزين في حياتك وحاسدينك على كل حاجة تخص حياتك. بص يا برج السرطان، انت هنا محسود حسد كبير جدا، لدرجة ان انت مخنوق متضايق فقدان حاجات كتيرة جدا، الكسل الخمول الحزن احلام مزعجة الم في المفاصل الكولون وجع في الدماغ وعدم الراحة ابدا، ودايما بتحس انه في وسواس وفي حاجة بتكلمك في حياتك. عايزه اقول لبرج السرطان ان انت لازم تنتبه كويس جدا من العيون، تنتبه من التفكير الزايد، تنتبه من الخوف والخسائر وقلة الحظ اللي في حياتك بسبب التوتر والحيرة اللي انت فيها. انت روحانياتك عالية جدا يا برج السرطان، روحانياتك عالية جدا، بس بالك مشغول قوي بعدة المواضيع اللي في حياتك، دايما بيحصل عراقيل، دايما كل ما بتقول هانت بترجع اسوأ مكانك، قلبك فيه اكتر من نغزة، قلبك فيه اكتر من طعنه، يعني انت اتطعنت واتغدرت وقلبك وجعك وملقتش الحب ولا الحنان من اي حد في حياتك، رغم ان انت كنت كويس معاهم جدا وكنت بتحبهم وبتحب ان تشوفهم مبسوطين ومرتاحين، بس هم كانوا دايما بيحبوا يشوفوك قلبك مكسور. اللقاءات اللي جايه لك والاجتماعات اللي جايه لك والاخبار اللي جايه لك الفتره اللي جايه عايزاك تكون حريص وتنتبه كويس جدا منها. ليه بقول لك كده يا برج السرطان؟ علشان كل ما بتعلى كل ما بتكتشف اشخاص مش كويسين في حياتك، فعايزاك تكون حريص وحويد كويس جدا، وتطلع الكلمه من بقك بألف حساب، ما تديهمش كتير، ما تديهمش كتير، مهما اديت ما حدش بيتمر في حاجه يا برج السرطان. فعشان كده لازم ان انت ترمي ورا ظهرك كل الكركبة، لازم ترمي ورا ظهرك كل الهموم، كل الاحباط، كل التوتر، كل الحيرة، اي مشكلة عندك سلبية ممكن ترميها ورا ظهرك الايام اللي فاتت دي، علشان خاطر انت هيكون عندك اخبار حلوة مع تغيرات جذرية الفترة اللي جاية دي. هتكون فترة ان انت محتاج تثبت فيها وجودك اكتر، محتاج تشتغل على نفسك اكتر، ما تقلقش من اي حاجة، انت دايما بتقرب من خطواتك اللي في الحياة اللي فيها تغيرات وفيها فرحة، بقالك مدة بتتعذب وبتدفع تمن الغلطة اللي انت غلطتها في حياتك. يا رب قراءتنا تكون عجبتك ونالت اعجابك يا برج السرطان، وانتظر مني كل جديد الفترة اللي جاية، نزل لك توقعات جديدة اول باول.